بكم أصدقائي الأعزاء، سنسجل لكم اليوم تمرينا في الرياضيات، والسؤال هو أتمم مكان نقط بالمفردات المناسبة. لدينا الرأس والظل والزاوية والارتفاع. يا بسم الله. لدينا هنا الرأس. ننتقل إلى لدينا هنا الارتفاع. لدينا هنا لدينا هنا الظل. لدينا هنا الزاوية. وهكذا نكون انتهينا، وإلى اللقاء، ولا تنسوا زر وسبسكرايب والإعجاب بقناتنا خوف فارين، وإلى اللقاء.